من المعروف يا عزيزي وعزيزة المشاهد أنه في هذه حياتنا الواقعية تتكون من عدة أشياء حقيقية. يعني حياتنا الواقعية متكونة من عدة شغلات هواي هواي شغلات حقيقية، مثل هذا الكرسي أو هاي الدجاجة حقيقية، أو هذا الكلب أكرمكم الله هذا الكلب حقيقي، هواي عندكم شغلات هواي كلش حقيقية. بس يا شباب هذا الفيديو راح يثبتكم أن كل هذا شيء خطأ. شلون؟ ما أدري، لا تسألني، يمكن حتى أنا مو حقيقي يا شباب، أنا مو حقيقي. يا شباب هذا فيديونا لهذا اليوم، اتمنى يعجبكم، اللي ما مشترك يشترك وخلونا لايك لهذا الفيديو، لايكك يسعدني يا حبيبي وعزيزتي وحزيزه، وخليكم ويا الفيديو مشاهده امل ممتعه. طبعا راح نحتاج هذا اللون لان انا اليوم مريض وقعدت، تعرفون انتم من صوتي، يعني تعرفون المريض، الواحد مريض من صوته. انا بدي اساعدكم، هاي الكوفي كيك، والله كيك، هاي شيء اكيد مو كيك، هاي شو وات، راح تشلب، الله تشلب اكله كله. اه تفاحه هاي ماشي. مبين كيك، يعني ماكو واحد عقله، انت مو عقلك تفكر ان عقلك هاي كيك، كيك مو حقيقي. اي والله كيك، بس بين هاي دجاجه، اي دجاجه قاعد يقصها كيك. اندومي كيك. شباب لا وقف دقيقة، أنا كيك؟ هل معقول أنا كيك؟ والله لا أجيب سكينة وأجي أشوف أنا كيك الأولى. أريد أتأكد هذا كيك؟ حبيبي أنت كيك؟ كرشي؟ كنت أخاف والله، أنا كيك ما لا تنحضر، لا تنحضر. بوتيتا شي أكيد مو كيك، هاي بوتيتا كاملة يعني. او هاي مبينة كيك، يعني شيء اكيد، هاي قطية فاصوليا كيك. هاي هم كيك، موزة مو يا اخي، شلون هيك كيكة قاعد يسووها؟ هاي شنو هاي؟ افكادو كيك، بوتيتا كيك مرة ثانية. يعني زين هذا كله كيك لو بس الماء، فراولة ماكو فراولة هذا الحجم، كيكيت كيكة مبينة يعني ذيك وين كيكة، تليفون كيكة، تليفوني كيكة، اوقف تليفوني كيكة، لا ورق، هذا ورق مرحاض كيك، لا هذا مبين كيكة يعني مو لهالدرجة، احنا اغبياء يا اخي، مبين كيكيت كيك. والله يا شباب شو هذا كله كيك، يعني حتى المايك قمت اشك انا يعني كيك، يعني كيك هي اكيد، يعني مأكولات صينية كيك. قطعت ما ادري قطعت قطية يعني. بس دقائق ارد افهم، بس دقائق شلون قدروا يجيبون هاي التفاصيل؟ شلون قدروا يسوون هاي التفاصيل؟ يعني هاي القوطية تحتاج لها التفاصيل، ويحتاج لها انارة، ويحتاج والله سكينة دفي، والله ينفي، والله اقف وات شباب. طلع سكينتنا مو كيك، يعني بس سكينتهم كيك، احنا لا هذا الكوب هم كيك، شامبو مو كيك، كيك شامبو، وات مسهرية كيك، مسهريتي هم كيك، عندي وحدة هاي شنو هاي مال بيض، لا مبين كيكة، بقدونس بك كيكون دوريتوس، خشبة مو كيك، شي اكيد، شوفوا شلون قاموا يعيدون هاي بيها بيبسي كيك، والله ما ادري هو بيبسي او مياه محيط، محارة كيك، المحار كيك، حتى المحيط كيك، لحمة هاي مبينة لحمة، يعني شي اكيد مو كيك، لحمة 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 لحمة، اي لحمة لحمة لحم،
لحم. لا 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 لا، لازم لهنا نوقف، لازم لهنا نوقف. وما ادري افكادو كيكا فادو كيكا يعني سلحفاة مبينة لان ما تتحرك فهي فاين. هذا الكلينس الماء فلفل كيك فلفل كيك فلفل جنطة جاك كيك كبطة. ها ها هنا المرحلة قاعد يصممون بيها الكيكة على شكل وات همبرجر لحم مقدد. ها هنا أنا قاعد يشلون يسوي سرطع برجر. اي والله سرطع برجر، شوف شلون يعني هنا البوتيت هنا قاعد يسوون المايونيز. ها هاي بالبداية الهمبرجر لقينا عليها كيكة وهي طلعت لقينا عليها. لا هذا عندي، هذا كيك، هذا كيك، هذا كيك. شو اسمهن ذني نسيتن، تاكوس كيك كرتونة شي اكيد مو كيك كرتونة. وات هاي شنو هاي عنكبوت؟ مدام ما طفر عليك وكتلك وصرت الرجل عنكبوت بهوا كيكة، بس ما راح اكل كيكة ذا على شكل عنكبوت. جبنا كيكة موزة كيكة، لا يا حبيبي موزة تقول موزة، لا كيكة شي اكيد. شنو هاي مساحة او جبنة؟ ها ليمونة ليمونة ليمونة، اي ليمونة قاعد يقصها ليمونة. وات تخيلوا اكل كيكة على شكل هذا المخلوق بستار وورز ما ادري شو اسمه حرب النجوم ما اكلها شي اكيد ما اكلها. وتطنيا واو يا الله على التفاصيل، قص الجبهة مالته كلها. هاي الطين هناك كاملة هي كيكة همات. يا اخي شلون قاعد يجيبون هاي التفاصيل بس ارد اعرف. حلا زو ايش اسمه سريع سريع هاي سبونج باب هم كيكة تاكوس كيكة. والله يا اخي كنت اخاف، حتى هذا البوكيه مال الورد كيكة كل شيء هذا كيك عتهم بحياتهم. تخيل السكينة قاعد يقص بيها هم تطلع كيك، او الموبايل قاعد يصورون بيه، او الكاميرا قاعد يصورون بيها هم تطلع كيك. دوريتوس كيك دوريتوس. اوه بس يا شباب شوف التفاصيل كمية، هالخشبة عادوها درينا بيها كيك. هاي شنو هاي مأكولات الصينية هم كيك؟ اي والله كيك يا شباب. اوه هاي الحقيبة هم كيك يا خان، عنده حقائب بس اخاف اروح. صابونة لا لا صابونة. ويكي ولك ويش حمامة شي اكيد كيكة. لا طاحت، وين طاحت كيكة؟ كيكة وين طاحت؟ وات هذا منظف او ديتول؟ لا لا هذا كيكة تول يعني ديتول كيك صندوق. لا كيكة دوك كيكة دوك صندوق كيكة صندوق. او غلاس هذا ما ادري شنو هو هم كيك. شوفوا انتبهوا ان هو الاناء الغلاس والماعون هو كل شيء كيك، يعني حتى الفراولات وذين كله كيك، يعني مو بس شيء واحد انه شيء مصمم كله كيك. اوه بس شلون كيكه والله طيبه يعني. هاي الليمونه كيكه مونه. وات هاش قاعد يسوي هنا؟
هناك هيك عادية قاعد يبني بيها من البداية. شوف يا شباب هيجي قاعد يسوي التفاصيل، يعني اعتقد هاي بزاقة، مو اسمها البزاقة الحق. ايه شنو هاي يا شباب؟ نعمة الله بقى، شنو تخوف منه؟ راح ياكلها هذا الصرصور. والله ما اكله. تخيل تجيبون هيك بعيد ميلادك كيكة، الا اشمرها بوجهك واقول لك لا عيد ميلاد ولا بطيخ. اي والله يا شباب هاي مال، لا 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 عاد حذاء نعمة الله يا معود، نعمة الله حذاء موز. لا كيكة غير، خلاص انا مقطع الكيكة اغرب مقطع صورته بالقناة، كل شيء كيك، ما بعد ما صور اي شيء من هذين السوالف، يمكن حتى انا كيك. روح ماري.